خلينا متفقين ان اهم مواصفات البشره اللي بتحلم بيها كل ست هي النضاره. ان انا كده اصحى الصبح الاقي وشي فيه نضاره وفيه شويه احمرار، ما الاقيش بقى ان انا وشي مثلا تعبان ومرهق ومصفر. في حاجات احنا بنعملها ممكن تكون غلط او اخطاء ممكن بنرتكبها تخلي البشره نفسها فيها كده بهتان وجفاف، فيها حبوب شوائب بقع. تحديدا طبعا لو انت ست عامله او النهارده بتخرجي كتير في الشمس، ترجعي بقى بتلاقي وشك ده تعبان ومجهد جدا. فازاي نستعيد النضاره دي؟ ازاي نعالج عيوب البشره بخطوات سهله وبسيطه؟ وكمان ازاي نختار منتجات العنايه بالبشره بطريقه صحيحه؟ وكمان نعمل الحاجات دي على ايدينا في البيت من غير ما نسمع ارقام خزعبليه في المنتجات اللي هي بتاعت الشركات يعني المعروفه. النهارده مع خبيره التجميل امنه الهتمي هنتعرف على كل التفاصيل دي. اهلا بحضرتك استاذه امنه. اهلا يا هايدي، ازيك؟ عامله ايه؟ مبسوطه قوي ان انا معاكي النهارده. اهلا بيكي. انا سعيده اكتر بيكي. وبعدين انا عايزه اعرف بقى، انا شفت ما شاء الله حضرتك اول ما جيتي كده حطيتي منتجات كتير على الترابيزه وعندي فضول اعرف كل حاجه، بس الاول خليني اسالك السؤال اللي كل بنت نفسها تعرفه. النهارده انا ازاي استعيد نضاره بشرتي، خصوصا بقى انا داخله على فصل الصيف والشمس والحر والبشره بتبقى مجهده يعني جدا. بصي، اهم حاجه نظافه البشره وشرب الميه، بمعنى ان انا ابدا ما نمشي بالميك اب، ان انا دايما قبل ما انام ابقى عامله مثلا السكراب بتاعي وحاطه الكريم بتاعي وانام، فاصحى وشي كده تحسي ان هو فيه نضاره، فيه حيويه، ما يبقاش كده ضل يعني، فاهماني؟ لا، ما انا عايزه اعرف بقى الخطوات. يعني ابتدي لي كده من اول اليوم ايه اللي المفروض اي بنت تصحى تعمله لحد اخر اليوم. اخر اليوم اهم من اول اليوم اصلا. ايوه، عشان تصحي مظبوطه لازم من بالليل تكوني غاسله وشك وشايله الميك اب كله، عامله السكراب بتاعك، حاطه السيرم او حاطه الكريم اللي انت بتستخدميه. والصبح هتلاقي وشك منور وزي الفل، وتنظفي طبعا وشك تاني يوم الصبح، تحطي السيرم بتاعك او الكريم اللي انت بتحطيه، وبعد كده بقى تعملي بقى الخطوات اللي انت بتعمليها يعني العاديه بقى، سواء بتحطي ميك اب او اي حاجه يعني. طيب نرجع بقى للصبح، انا النهارده خارجه الصبح ومعرفش اعمل ايه، ايه اللي المفروض اعمله؟ انا لما باجي نازله الصبح بعد ما بنضف وشي وبعمل سكراب بتاعي بكل حاجه، بحط حاجه خفيفه قوي، بحط سيرم اوكي على 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 وشي يكون سريع الامتصاص، او كريم. سيرم ايه مثلا؟ يبقى مكوناته ايه؟ المكونات السيرم بتبقى زيوت طبيعيه، بحط فيها طبعا حاجات يعني طبيعيه على شويه كيميكلز علشان تكون سريعه الامتصاص، او بعمله مثلا نوعيه من يعني في من الحاجات دي. بص يعني حاجات مثلاً كريمات صباحيه. ده مثلا كريم انا عاملاه من منتجات خليه النحل، حاجه اسمها العكبر وصمغ النحل والرويال جيلي وشمع النحل والعسل، جميل جدا. انا حاسه اني عايزه اكله، مش عايزه احطه على بشرتي. سريع الامتصاص جدا. كل ده وصفات انا ممكن بعملها. اجربه؟ جربي. وصفات انا بعملها للناس على قناتي على اليوتيوب علشان يعملوا لنفسهم ولعيلتهم. هو فعلا سموث جدا. وفي ناس كمان بيعملوا منه ويبيعوا، بقى مشروع في الوطن العربي، ناس كتير قوي بيعملوا من وصفاتي وبيستفيدوا منها. يعني ده مكوناته ايه؟ صمغ يعني؟ ده انا ممكن اعمله في البيت ولا ممكن صعب؟ ممكن تعمليه في البيت، ودايما بكون كاتبه الاماكن اللي انت تشتري منها. هو حتى ينفع كمان مرطب للايد لانه جميل للايد وللوش وللجسم وكل حاجه طبيعي يعني 100%. طب ده الاول الصبح لازم يكون بحط سان بلوك قبل ما انزل الشارع ولا مش شرط؟ لا طبعا لازم سان بلوك عشان ما يجيش نمش، ما يجيش بوطش او كده. تحت لو انت خارجه طبعا لازم سان بلوك، وتشتري سان بلوك صيدلي يعني حاجه طبيه. لازم حاجه طبيه عشان يكون فيها اللي هو الاس بي اف. مش الحاجات اللي احنا بنعملها. طيب انا بقى عايزه اتكلم على باقي المنتجات، لان انا شايفه حاجات شكلها مغري قوي. يعني مثلا انا عايزاكي تجربي اللي بالخيار. اللي بالخيار ده انا عاملاه بالخيار شخصيا، يعني بدل الماء المقطر استخدمت عصرت خيار اوكي واستخدمته. شمي بقى ريحه الخيار بقى وشوفي بقى الجمال. لا ده هاخده ومروحه. خديه طبعا. ده احطه الصبح؟
تحطيه الصبح، تحطيه بالليل، تحطيه زي ما انت عايزه، مفيش منه اي ضرر، وبالعكس بيفرد وبيشيل البقع بتاعه الوش وبيدي نضاره فظيعه. ده الخيار، دي فوائد الخيار. ميه الخيار، ميه الخيار. يعني انت حضرتك عصرتي ميه خيار؟ عصرت الخيار. بصي قشرت الخياره اوكي وبشرتها، وبعدين اخدت ميتها كده في شاشه وعملت عليها الكريم. إيه يعني ممكن مكونات ايه يعني غير الخيار؟ بيبقى في شموع طبعا اللي بتربط السائل بالسائل فتعمل الكريم. برضو الشموع انا دايما بشرح للناس يجيبوها منين ويستخدموها ازاي خطوه خطوه. يعني فيها طب ما تقولي لنا السر يا استاذه امنه. مفيش سر ولا حاجه. الشموع دي عباره عن ايه؟ بتتجاب منين دي؟ بصي من محلات بيع مواد كيميائيه. هو فكره الكريم ايه؟ بيبقى فيه طور زيتي وطور مائي. أوكي. فالشموع دي بتخلط الزيت مع الميه. تمام؟ عشان يندمجوا. عشان صعب جدا. فهو بيندمجوا عن طريق الشموع دي. بالظبط. فالشموع دي بقى لما بتتجاب حضرتك بتاخدي الميه المقطره بتاعه الخيار، بتحطي ميه الخيار في بيكر والشموع والزيت في بيكر، وبعد كده بتخلطي الاثنين على بعض، خلاص بقى عندك كريم. والشموع دي اللي هي بتاعه البيت؟ لا لا لا، اي حاجه ثانيه. ده نوعيه ثانيه. نوعيه ثانيه خالص. دي بتتجاب من اماكن معينه؟ يعني بتتجاب من اماكن معينه، بس طبعا مش هنقول عشان ما يبقاش اعلان. لازم يدفعوا عشان نقول. ايوه يا استاذه امنه. لا انا عجبني قوي كريم الخيار ده، حتى صمغ النحل ده شكله خطير. وايه كمان؟ بصي بقى ده اختراع، ده جل الرجلين كله بقى بالنعناع والايكوليبتوس وحاجه، يعني ده شكله خطير، تحس انك فريش جدا. ايوه. هو ممكن اصلا اخليه يديني. هو يا جماعه ريحته بجد حلوه قوي. هو ريحه نعناع، نعناع فواح. اصلا مجرد ما شميته حسيت ان هو دخل في جيوب الانفيه. أيوة. كده. بصي واهم حاجه بقى في الحاجات دي، ان مثلا بتتكلفي اقل، عشان تعملي كيلو منهم تتكلفي عشر التكلفه اللي بتعمليها عشان تشتري بس ده انا حاسه ان قوامه شويه لزج، يعني زي ما هو الجل. ده جل، ده جل. 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 ده بتاع الرجلين بيعمل ايه بقى؟ ده زي كده مزيل عرق للرجلين، وبيخليها بيخليها فريش وتحسي كده يعني ان انت بشرتك بتتنفس، عارفه؟ طيب معلش، عشان انا يعني هروح معاكي مع حضرتك شويه للنقطه دي. اتفضل. عشان انا عجبني قوي كلمه مزيل عرق، مزيل عرق للرجلين. ايوه. النهارده في ناس كتير قوي بتبقى متضايقه من مثلا في ريحه في الصيف. كلنا. طب دلوقتي حاجات بسيطه عشان اتجنب اي ريحه للرجل. هقول لك وصفه سهله جدا. يا ريت. عشان الامهات كمان يعملوها في البيت، عشان الجزم الكاوتش، مشكله الجزم الكاوتش. هتجيبي بودرة تلك من الصيدلية. بودرة تلك. بتحطي عليها زيوت أساسية، نقاط بس، نعناع، كافور، يعني نقاط بسيطة قوي. لا بالراحة، الوصفة عايزينها بالراحة. أول حاجة هنجيب إيه؟ تلك. تلك. بودرة تلك. بودرة تلك. بودرة تلك. أوكي. معاها إيه؟ حطي عليها زيوت أساسية، عارفة الزيوت الأساسية اللي بتتباع في المولات في البوث؟ مش هنقول اسامي برضو. لا قولي لي الزيت عمال، يعني زيت ايه؟ زيت نعناع. زيت نعناع. اوكي. زيت كافور. ماشي. زيت ايكوليبتوس. دي بيتقال عليها الزيوت الحاره. تمام. بس ازاي بودره التلج هتتحط على الزيت؟ نقاط بسيطه جدا. ها؟ ماشي. وتتقلب، بتتخلط مع ال، بيبقى بقى بعد كده عباره عن كريم مثلا؟ لا مش هيبقى كريم، لا هيفضل بودره، عشان انت هتحطي نقط بسيطه قوي بالقطاره. ماشي. وبعدين نعمل بيهم ايه؟ بتحطيهم بقى في علبه بودره وتستعمليهم على الرجلين. اول قبل ما البس الشوز بتاعي او على رجل نظيفه طبعا، على رجل نظيفه. واقوم حاطه وبعد كده البس وارجع البيت ما الاقيش اي، ما فيش اي ريحه خالص، بالعكس. ما شاء الله. جميله يعني. حلوه قوي، لان فعلا في ناس كتير بتتعرض للعرق، يعني حاجه طبيعيه. أيوه. طيب معانا عواطف على التليفون. اهلا بيكي يا عواطف. اهلا، ازي حضرتك؟ منوراني يا عواطف. قولي لي، عندك سؤال كده يخص الجمال؟ اهلا وسهلا، زي حضرتك. اهلا بيكي يا عواطف. اهلا بحضرتك. عواطف، عندك اي سؤال متعلق بالجمال عايزه استاذه امنه تساليها؟ انا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليكي يا حبيبتي. شكرا. معلش يا عواطف، ممكن توطي التلفزيون شويه؟ عواطف معانا؟ طيب واضح ان الخط باي باي. ارجع لنا يا عواطف تاني. طيب نرجع بقى تاني للبشرة بتاعتنا. ايه الحاجات البسيطة برضو في البيت اللي ممكن تخليني النهاردة استعيد نضارة بشرتي؟ انا ما شاء الله، الله اكبر على حضرتك، حاسة وشي كده كأن في هنا نضارة طبيعية. عارفة انا من ساعة لما بقيت استعمل الحاجات دي بطلت اروح الدكاترة خالص.
لا فيلر ولا بوتوكس ولا اي حاجه خالص يعني، كله طبيعي خالص بجد والله بامانه يعني. تمام. بصي انا هقول لكم على وصفه كريم يعني سهله جدا، ممكن تعملوها في البيت من غير لا شمع ولا اي حاجه خالص. انت هتجيبي جل الصبار، ماشي، من الصيدليه، من البوث في المول، من اي حته، وهتشتري زيت لبان دكر. اوكي ماشي، يبقى زيت لبان دكر وجل الصبار. وجل الصبار. تمام. وهتحطي جل الصبار دي مثلا في علبه زي كده، وتبتدي تضيفي عليها زيت لبان الدكر وتقلبي، هيعمل معاكي كريم على طول. ده هيكون سريع الامتصاص، هيجدد الكولاجين، جميل جدا جدا للبشر. ده ترطيب. ده ترطيب وكولاجين، وبيشيل البقع وهايل يعني، وبيشيل الخطوط الرفيعه من ال. طيب بصراحه كده في سؤال انا نفسي عايزه اعرفه، يعني النهارده المنتجات اللي هي الطبيعيه 100% 100% هل بتبقى الكفاءه بتاعتها مش بنفس كفاءه المنتجات؟ بص، هو مفيش حاجه اسمها منتج طبيعي 100%. ليه؟ انا قصدي الماسك اللي انا هعمله في البيت اللي هو هجيب خيار، لازم احط ماده حافظه. لا انا لو انت هتعملي حاجه في البيت استعمال يومي. استعمال يومي قصدي مثلا ليا. هل افكتيف جدا 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 يعني انا مثلا لو خدت ميه الخيار دي وجبت الكوتن باتس اللي هي القطن مثلا ونزلت كده وعملت بيه مكمدات رائع. لو جبت ميه الخيار وحطيتها في الفريزر وبقت تلج ومشيتها على بشرتي برضو رائعه. وسمعت عن ميه الرز، ايه رايك فيها؟ رائعه طبعا. يعني عندنا ميه الرز وميه الخيار، دول من الحاجات اللي بتعمل نضاره للبشره جميله جدا. ممكن انت بقى تحطيهم في مكعبات تلج وكل يوم تطلعي واحد وتعملي بيه كده، كان يعني بدل ما تستخدمي تونر بيقفل مسام البشره. الخيار ولا الرز؟ الخيار والرز، الخيار الاثنين يعني، مره كده ومره كده نواعي. بيقفل مسام البشره المفتوحه. وطبعا بيدي فيتامين اي وبيدي نضاره فظيعه، يعمل نضاره حلوه جدا. طيب كلينا على باقي المنتجات، شكلها حلو. البني ده ايه؟ الايه؟ في واحد بني ده ماسك، ده ماسك، ده ماسك لل لل للبشره. بيتحط مره في الاسبوع على الـ على الـ على البشره وبيتشطف. ده بيعمل بيلينج خفيف قوي قوي قوي. هو يعني عباره عن ايه مكوناته؟ طبعا في شموع وفي شمع عسل وفي كده حاجات يعني كيمياء على خفيف. بس ده بيشد الوش. بيشد وبيشيل البقع والكلف وكده، عشان في حاجه اسمها ساليسيليك اسيد اللي هو الحمض بتاع قصب السكر. اصل بنسمع عنه كتير جدا ان هو سحر. الموضوع ده وانا مش يعني طول الوقت عايزه اعرف ده عباره عن ايه بالظبط. طيب والابيض اللي هناك ده عباره عن ايه؟ انهي ده؟ ده الخيار، لا ده الخيار نفسه. ده خيار بقى. ده انا واضح ان حضرتك متحفزه للخيار قوي. احنا كده اتلخبطنا، ده ما كانش خيار، ده اللي خيار. امال ده بس ده ريحته خيار خالص. لا ده اللي خيار اعتقد. شوفي كده حضرتك، ولا هو هو؟ والله هو واضح ان اتنين. خلاص واحد ليا. اتفضلي. واحد ليجي طبعا. هو الاثنين خيار. اتفضلي. طب والموف بقى اللي هناك ده؟ ده جل الايد، ده جل الايد بالورد. الله، بزيت الورد الطبيعي. انا هاخد رشفه كده حلوه. رشفه دي ده سخن من الطريق شكله. بس انا اول مره اشوف جل للايد، يعني دايما عشان كريم. عشان الصيف في ناس ايديها بتعرق قوي، فده بيبقى قوامه اخف. قوامه اخف. وبصي بقى ده من ايام من ايام الكورونا. ده كحول. ده كحول بزيت اللافندر. الله، ايه بيدي ريحه حلوه يعني. حلو. اصل انا هو قوامه تقيل شويه، فحاسه ان هو ايه محتاج نعمله. لا جميل قوي قوي صراحه، حاجات ما شاء الله كلها حلوه، بعدين من داخل البيت. ايوه. طيب انا عايزاكي بقى تقولي لي كده، اقول لك مثلا الزيوت المشهوره. اتفضلي. او قولي لي ده ماسك للشعر، بيتحط طول الليل على الشعر والصبح على بس الشعر يكون مغسول يعني، وتنامي بيه والصبح تشطفيه. ده انا استخدمت فيه زيوت وزبد للشعر وكده، جميل جدا. شكله بيدي حلو. ترطيب، معمول بزيت الجوجوبا. بيدي ترطيب ولمعه وتغذيه للشعر. وفي ما فيهوش البلسم اللي هو المؤذي للشعر، اللي يوقع الشعر، اللي بيوقع الشعر. في حاجه ثانيه، البلسم بيوقع الشعر لو جه على المنبت بتاع الشعر. بيوقع.
فده في حاجه اسمها شمع، نوع من الشمع اسمه بي تي ام اس 50، ده بديل البلسم. جميل جدا يعني. لا حاجه عظيمه. وزيوت للشعر بقى سريعه الامتصاص. دي بقى زيوت ايه؟ بتبقى زيت لوز على زيت خروه على زيوت اساسيه كده يعني. يعني النهارده لو هقول لك صنفي لي اربع زيوت من اهم الزيوت للشعر. الخروه. خروه عشان تساقط الشعر والانبات. زيت الجوجوبا جميل جدا في التنعيم واللمعه. زيت الزيتون برضو غني جدا بالفيتامين اي، وزيت الارجان جميل قوي. هل بيختلف مثلا لو شعر دهني شعر جاف؟ بصي، لو شعر دهني برضو يعني زي ما البشره الدهنيه محتاجه ترطيب، برضو الشعر الدهني محتاج غذاء وترطيب، فاهماني؟ بس قصدي الزيوت كلها مسموح بيها عادي لاي نوع شعر؟ لا طبعا، في زيوت بتبقى مخصوص للدهنيه، وفي زيوت للشعر الجاف. شعر الجاف مثلا انا بحب استخدم زبده الشيا. زبده الشيا دي للجسم؟ هايله للشعر الجاف. اصل انا دايما اسمع عن كريم زبده الشيا للجسم والشعر. جميل، جميل قوي. بس ده ترطيب قوي جدا جدا للشعر. حلو قوي قوي يعني. حلو قوي. طيب معانا سحر على التليفون. اهلا يا سحر. ايوه اهلا وسهلا بيكي هايدي. اهلا. انا هايدي. ازيك يا هايدي، عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. مبروك يا حبيبتي على القناه يا حبيبتي، ومبروك على برنامجك، انت جميله بجد يعني. ربنا يخلي حضرتك، والله من ذوقك، من ذوقك. ميرسي حبيبتي يا هايدي. حضرتك عايزه تسالي عن اي حاجه تخص البشره او العنايه بيها؟ انا كنت عايزه نوع سان بلوك كويس، يعني انا استعملت كتير، بس انا عايزه حاجه تكون كويسه كده يعني مواظبه عليها وتكون مظبوطه يعني. طيب انا هسال حضرتك على حاجه، انت عارفه نوع بشرتك اصلا؟ هي بشره انا هعتبرها عاديه، اصلا انا جربت كتير مع دكاتره كتير، فيعني بصراحه ما فيش نوع معين من الصن بلوك مرتاحه له يعني. ممكن اخرها اللي هو لاروش ده، بس مش عارفه حتى برضه هو طبعا مش مظبط قوي. هو طبعا للاسف احنا مش هنقدر نقول انواع، بس انا ممكن ان شاء الله بعد الحلقه نقول لحضرتك ان شاء الله. استاذه امنه تفيدنا في الموضوع ده باذن الله. شكرا ليها استاذه امنه على معلوماتها، لقيها حلوه جميله فعلا، صحيحه ومعلومات مفيده قوي. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليكي. ميرسي 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 يا استاذه سحر، شكرا. يعني الناس بتحب قوي كمان لما بتروح لحاجات البيت ان هم يستفيدوا بكل حاجه داخل البيت ويعملوا منها منتجات طبيعيه. فالحقيقه كانت فكره هايله جدا من حضرتك ان انت النهارده قررتي تحولي الحاجات اللي حوالينا كلها لحاجات تفيد جسمنا وبشرتنا، وبعدين بتكلفه قليله. كمان في عندنا مشكله ان احنا يعني معظم الحاجه مش هنلاقيها، فالبني ادم اللي يعرف يعيش نفسه هو اللي هيعمل حاجته بنفسه. دي نقطه كمان مهمه يعني. الفلوس ما بقاش لها قيمه لما بتلاقيش الحاجه، يبقى الفلوس ما لهاش قيمه، فاهماني؟ لا طبعا اكيد. طيب نروح بقى الصابون ده عشان شكله عامل لي اغراء. اتفضلي. ايه بقى الصابون ده، عباره عن ايه؟ الصابون ده كله زيوت طبيعيه وزيوت اساسيه طبيعيه علشان الجسم والوش وكده. يعني ده مثلا انا عملته بحبه البركه وزيت الزيتون. شكله جميل. علشان ده طبيعي، الناس اللي عندهم حساسيه جميل قوي. ده حبه البركه بجد. انا يا جماعه بجد شم حبه البركه اللي بتتحط على العيش والمخبوزات. خطير. بس حبه البركه ليها فايده طبعا للجسم. طبعا طبعا. بتعمل ايه بقى حبه البركه؟ لا يعني هي من اسمها حبه البركه دي يعني. هي مبروكه طبعا. بس عايزه اعرف النهارده لما اكون محتاجه ايه في جسمي او جلدي محتاج ايه؟ لو انت جلدك حساس ومثلا عندك اكزيما او جاف او كده، حبه البركه حلوه قوي. يعني طبعا في مرض اللي هو الاكزيما والصدفيه والحاجات دي، في دكاتره جلديه بيتوهوا فيه من كتر ما هو مش كل الحالات بتقبل. صح صح يعني. صح الشفاء عن طريق الادويه. ففي زي حضرتك كده متخصصين في. بس خلي بالك الصدفيه ملوش علاج عندنا في الحاجات الطبيعيه، لان هو ده مرض مناعي. ملوش خالص حاجه عندنا. الاكزيما ليها حاجه عندنا، لكن إيه بقى؟ الصدفيه الاكزيما بقى المرطبات الطبيعيه القويه، لكن الصدفيه ملهاش علاج عندنا. طيب الاكزيما بتبقى محتاجه مرطبات قويه زي مثلا زبده الشيا. ايوه. الجوجوبا. زيت الزيتون. زيت الزيتون ممتاز يعني. حتى لوحده كده لما يتحط لوحده على الجسم بالليل بيدي ترطيب هايل، وبعدين ما بيبقاش له ريحه، ريحته بتروح. لا لا بس جميل قوي حبه البركه. طب واللي جنبهم دول بقى اشرحي لنا كده. بصي بقى انا هشرح لك دي المفضله بتاعتي. لونها حلو قوي. دي عباره عن صابون ملح، بملح الهيمالايا. صح
صابون ملح. صابون ملح. ليه بحبها بقى؟ لان بتشيل الطاقه السلبيه، الملح بيشيل الطاقه السلبيه. انا عايزاها وانا مروحه. اتفضلي. خلاص دي هاخدها دي. اتفضلي اتفضلي. الله. ودي معلش دي على ليفه عاديه خالص. ليفه عاديه. باخد بيها مكان الشاور جيل يعني. عادي. ودي بالنعناع. طب فعلا الطاقه السلبيه بتروح بالملح؟ طبعا طبعا. تشيلي النيجاتيف انرجي. اصل انا يعني ماليش في علم الطاقه قوي، بس لازم. اسمع ان تحديدا بعد ما تطلعي على الكاميرا على طول تروحي تستحمي بميه صابون الملح عشان العين بقى والحاجات دي. الله جميل. ودي كمان ريحتها حلوه قوي. وبصي بقى دي باليالانج يالانج، حاجه زيت اساسي اسمه يالانج يالانج. الله، حاجات جميلة بصراحة، وعاملة لي يعني شكلها مغري جدا جدا. وبعدين يا جماعة كلها طبيعية 100%. النهاردة انت ممكن تستفيد بكل حاجة عندك في البيت. أيوة. وتحولها. بس حضرتك اكيد برضو عندك الموهبة والتالنت الرباني اللي خلاكي تحولي الحاجات دي كلها. لا بصي، دي ما فيهاش تالنت رباني، لازم تعملي ريسيرش وتقري كتير قوي وتجربي حاجات كتير جدا وغايه لما ايدك تمشي وتفهمي الموضوع ماشي ازاي. يعني انا عملت 700 وصفه لغايه دلوقتي. الله ما شاء الله ما شاء الله. لا اخدت كورسات ولا اي حاجه، مجرد كتب وتنفيذ وصفات من الكتب وكده لحد لما فهمت. ما شاء الله نجحت طبعا فيهم بشكل كبير. الحمد لله. طيب يا استاذه امن، هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم الفقره دي، بس كمان بقى هنروح لحته الشعر. أيوة. يلا استنونا. طيب هنكمل بقى باقي وصفات الجمال. وما شاء الله كل بنت حلوه وكل ست حلوه ايا كان، مفيش حاجه اسمها اصلا مقاييس جمال، بس هي الفكره كلها في ان انت الحاجات دي بتحسسك انت بالسعاده لما تكون انت مهتميه بنفسك ومهتميه بتفاصيل بشرتك وشعرك، والنهارده هحط ايه وبالليل هحط ايه، الحاجات دي كلها بتخلينا سعداء. صح؟ صح طبعا طبعا. يعني السعاده من جوه. طبعا طبعا. يعني ان الواحد بس يفضل يعمل سكراب كده ويحط كريمات ويعمل حمامات كريم لشعره وكده، يحس كده ان الواحد عايش كده. ايوه. وده يمكن السر كمان لما النهارده ست بتكون مهتميه بنفسها. أيوة. ومركزه بقى، انا لا انا لازم احط بالليل كذا واحط الصبح كذا واعمل كده. بيدي ثقه للنفس. بيدي ثقه للنفس. بحس ان بتبقى اصغر. أيوة طبعا. اصغر طبعا طبعا. طبعا غير. أيوة. بقى لما تكوني مهمله كده وما تفكريش في نفسك خالص. صح. لا طبعا. صح. حاجه ثانيه خالص. حتى الواحد زي ما حضرتك بتقولي لما يبص في المرايه يحس ان نفسه مسدوده. طب انا ليه مش مهتميه بنفسي؟ صح. واحد عايش كم مره. صح جدا. ايوه بالظبط. طيب عايزه بقى اروح لك لحته الشعر. ايوه. النهارده انا شعري دهني جدا، انا كهيدي شعري اصلا دهني. بضطر ان انا اغسله كل يومين بسبب القصه. دي اهتم ازاي بيه بحيث برضه ان انا ما يبقاش فاقد لكل الزيوت الطبيعيه بتاعه الشعر. واعمل التوازن. بصي اهم حاجه هتغسلي شعرك بشامبو يكون مناسب للشعر الدهني. ويا ريت لو كلنا نستخدم بقى الشامبوهات اللي هي السلفيت فري، خاليه من السلفيت اللي هي السلفيت. اللي ما فيهاش تكسبون. بتبقى اسمها سلفيت فري عشان ما تهلكش الشعرايه. طبعا. وطبعا غسيل الشعر يعني عشان فروه الراس نفسها تتنفس. انا بفضل ان انا اغسل شعري 3 مرات في الاسبوع. 3 مرات. ده لو دهني. عامه يعني عشان الشعر ده زي الزرع، محتاج ان هو يشرب ميه ويتنفس وكده. طب اهم الزيوت النهارده اللي انا كفروه دهنيه المفروض احطها على الشعر؟ الجوجوبا. ليه بقى الجوجوبا؟ الجوجوبا بيعادل افرازات فروه الراس او الجلد عامه، يعني شبيه للزهم اللي بتفرزه الجلد، افرازات الجلد. اوكي. طب هو جميل زيت شمعي جدا ومناسب جدا لجميع انواع البشرات لانه بيعادل الزهم. طيب والشعر بقى الجاف؟ الشعر الجاف اديله بقى حمامات كريم شيا، الشيا نفسها. كم خام. مره في الاسبوع تقريبا؟ بصي انا دايما بعمل حمام الكريم بتاعي بعد ما بغسل شعري، بحط حمام الكريم بتاعي بقعد ساعه، بعد كده برجع ان انا اشطف شعري بعد كده. يعني قصدي كم مره في الاسبوع؟ مره واحده كفايه؟ بصي من مره لمرتين. طب وحمام الزيت؟ حمام الزيت مره واحده بس. مره واحده كفايه. مره واحده بس كفايه. طيب انت قلت لنا هنا في حاجه للشعر. انا هنا عملت ده بيتحط، ده حمام كريم للشعر، ماسك للشعر عاملاه بالجوجوبا.
بتتحط على شعر نظيف من بالليل والصبح تاني يوم اشطف اشطف شعري، بسيبه ناعم جدا ولامع وحرير وكل حاجه. يعني دلوقتي سر الشعر الصحي جدا جدا ان انا اغسله 3 مرات في الاسبوع او مرتين على الاقل. ايوه بالظبط. ولازم يكون الشامبو اللي بستعمله خالي من السلفات. بالظبط. ده بيخلي طبعا المواد الكيماويه برده النهارده بتهلك الشعر. طيب ايه سر ان ساعات في بنات مثلا بتلاقي وهم صغيرين في السن شعرات بيضه؟ ده في ناس بيقولوا مثلا جينات. لا غير الجينات، في بيبقى نقص كتير. الجينات وسبقة وبعدين خلي بالك الشعر نفسية. الشعر نفسية؟ اه طبعا، الواحد نفسيته مش حلوة شعره بيخف وبيقع وبيبقى ضل. لكن الشعر نفسية وغذاء. الشعر نفسية وغذاء. ولو النهارده في وراثة هما ثلاثة. طيب ولو كمان في تساقط بيحصل جامد؟ نفسية. 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 طب الوصفة بقى عشان أعالج بقى النفسية. اهتمي بنفسك ودلعي نفسك. ما أنا هعالج النفسية لوحدها، بس عايزة أعالج شعري. مش حاجة. مش تخصصي. طب هل في وصفة مثلا حلوة للشعر عشان التساقط؟ الزيوت طبعا. الزيوت. زيت الخروع بيساعد على إنبات الشعر. بس ده ما ينفعش مع البشره الدهنيه، مع الشعر الدهني. لا، مع زيت الخروعه لازم، دهنيه مش دهنيه، لو شعرك بيقع لازم تستخدمي زيت خروعه. فدي انت هتحطيه ساعه على شعرك يعني، مش كتير، عشان ما يسدش المسام ويجيب نتيجه عكسيه. طبعا. طيب نروح بقى للميك اب شويه. انا عارفه ان حضرتك كمان ميك اب ارتست. أيوة. صح؟ ايوه بالظبط. طيب النهارده ايه العيوب او الحاجات اللي بتشوفيها البنات بقت بتعملها بشكل كبير جدا في الميك اب بتاعهم؟ الميك اب بقى اسطمبه، هي دي يعني، هي دي المشكله يعني، بقى الناس كلها شبه بعض، انهم بيتبعوا نفس الخطوات. هو الميك اب علشان يبقى راقي لازم يبقى مش باين، اللي يعني هو ما يبانش ميك اب ميك اب. يعني ما بقاش انا عامله هنا باين هنا في كونتور وهنا في تحديد مراخير. لما اجي احدد المراخير يعني بعمل فوكس على المراخير مش العكس. يعني النهارده مثلا انا ممكن وشي ما يكونش محتاج كونتور. بالظبط. ما تعمليش كونتور. اعمله ليه؟ خلي فيه خداع بصري، خلي الناس يبصوا على حته تانية. يعني مثلا انا مش حاطه مش راسمه عينيا، خلي الناس تبص على شفايفي. يعني مثلا حضرتك ادي عليا انا مثال. انت مثلا شايفه ان انا محتاجه اعمل كونتور؟ لا خالص، لا خالص. انت الفوكس، انا شايفه انت عامله فوكس على العينيه، على عينيكي. فانا مش شايفه حاجه في وشك غير عينيكي، وده كويس. لكن مثلا لو واحده مناخيرها شايفه ان هي محتاجه كونتور، فساعتها بقى اللي بيحدد طبعا الكلام ده اللي بيعمل لها ميك اب. بالظبط بالظبط. طيب بس حتى لو هيعمل لها الكونتور يحاول ان يعمله بنفس لون البلاشر، ما يغمقش قوي. ما يبقاش فيه صدمه ما بين الالوان. طيب طب والدرجات بقى بتاعت الكريم الاساس عموما او الحاجات دي، في بنات بتحب تفتح نفسها. بصي انا عن نفسي يعني، لما بحب ان انا يعني حد قدامي وانا عايزه اعمله ميك اب، انا يعني اللي قدامي ده كانه لوحه، انا مش بستخدم لون واحد، انا بحط الوان كتير قوي فاونديشن قدامي وابتدي اعمل حته حته تفاصيل حته حته. يعني زي ما اللوحه بيبقى فيها كذا لون، الوش برده مش كله لون واحد. فاهماني؟ يعني انا كنت شايفه في الموضوع ده ميك اب ارتست عالمي، الحقيقه مش فاكره جنسيته بالظبط، بس كان زي ما حضرتك بتقولي كده. هو كان جايب مثلا 5 أو 6 يعني اللي هي الدرجات الفاونديشن، وكان بيعمل في كل منطقه من الوش درجه معينه. بالظبط. انا بعمل كده، عشان كده انا باخد تقريبا 2 ساعة في الميك اب، وكل فين وفين لما بعمل ميك اب لحد يعني لازم يكون بقى من طرف حد او كده، علشان حد عزيز عليكي. ما يعكننش عليا. فنانه. فنانه ما شاء الله. زي ما انا عايزه. طبعا تفاصيل كتير قوي في الميك اب وفي الشعر وفي البشره. بس النهارده لو هتقولي لنا نصايح كده اخيره، ونصايح حلوه تفيد البنات كلها مع دخول فصل الصيف، قولي لنا بقى نصايح حلوه. اهتمي بنظافه بشرتك، اهتمي بشرب الميه، اهتمي بالغذاء، بلاش جانك فود، بلاش مشروبات غازيه. هتبقي حلوه. مشروبات غازيه لا، يعني انت شايفه كمان ان الاكل ممكن يسبب؟ الاكل طبعا بيظهر على الوش. لا طيب عشان ايه البنات ما تزعلش، عشان معلش احنا كنا اخيره بس قلنا لا، عايزين نكمل برضو الفصل الشتاء. ايوه. النهارده ايه الحاجات اللي معانا؟ الشتاء ترطيب. ترطيب.
من الاخر الشتا ترطيب. طيب، وجالنا سؤال على السوشيال ميديا اكتر من مره كان متعلق بجلد الوزه. جالي انا مليون مره. ده بقى حله البنات كلها نفسها تعرف. ده بيحتاجوا بقى يعملوا تقشير وسلاسيليك اسيد، والافضل انهم بقى يروحوا عياده جلديه متخصصه. طيب التقشير بقى، بما ان حضرتك ذكرت التقشير، ايه بقى الماسكات بتاعت التقشير المناسبه؟ لا، لجلد الوزه لا، لازم دكتور. يعني مش يعني حاجات اللي احنا هنقولها مش هتفيد قوي. اللي ممكن تعمل قصدي سكراب للبشره كده. سكراب للبشره. بصي، السكراب ممكن كريم عادي خالص، وبتحطي فيه السكراب نفسه، مثلا بيبقى قشور الجوز مطحونه ناعم، بيبقى نوى بتاع البلح مطحون ناعم، ده اي مطحون. حاجه تعمل سكرابنج. لو هنعمل سكراب زيتي مثلا، هيبقى زبده شيا معاها. الوصفه معلش يا استاذه أنا. يعني مثلا وصفة سكراب سهلة، ماشي. زبدة شيا معاها سكر معاها الزيت العطري. ادي سكراب شيا معاها زيت عطري وسكر. السكر بيعمل سكرابينج. السكر بحسه خشن قوي. ما هو للجسم مش للوش. للجسم. طيب، في حالة ان احنا عايزين بقى للوش، هنعمل نجيب الكريم ونحط فيه بقى اللي هي قشور الجوز مطحونه ناعم، او نوى البلح متحمص ومطحون ناعم، يعمل سكرابينج. طيب، في كمان اسئله بتجيلنا على السوشيال ميديا يعني كتير قوي متعلقه بالنهارده، الست ازاي تعتني برجليها تحديدا بقى منطقه الكعب، عشان تبقى فيها تشققات على مدار سنين لو ست مثلا كبيره. فتعمل فيها ايه، وازاي تحافظ بشكل يومي عن طريق مكونات طبيعيه؟ زبده الشيا عليها زيوت اساسيه. عليها زيوت اساسيه. أيوة. برضو كله رايح في اتجاه النهارده ان زبده الشيا والزيوت الاساسيه. تاني معانا يا استاذه امنه نقولها بالنسبه للرجلين. بالنسبه للرجلين، زيت النعناع. زيت القرفه. زيت الكافور. زيت الايكوليبتس. دي الايه؟ الايكوليبتس اللي حاجه شبه الكافور كده. الكافور والحاجات دي كلها طبعا ما فيش اي حساسيه. لا، بالنسبه للرجلين ما بيبقاش في حساسيه قوي. زيت النعناع بيكون قوي شويه. وطبعا بتحط بالليل قبل ما تنام، علشان ما رجليها يعني ما تعرقش وقت ما هي ماشيه او كده، فخليها بالليل. طيب، معانا مروه من اسماعيليه. اهلا يا مروه. مساء النور، ازيك يا مروه؟ انا مبسوطه جدا، دي تاني مداخله ليا. ربنا يخليكي يا مروه، ميرسي حبيبتي. عامله ايه؟ الفقرات الجميله اللي انت بتقدميها والمفيده في نفس الوقت يعني. شكرا يا مروه، ربنا يخليكي. يعني اتمنى دايما كان يكون عند حسن ظنكم، وان البرنامج يكون بيفيدكم وبيقدم لكم دايما فقرات مهمه ومميزه. قولي لنا بقى يا مروه، حابه تسالي عن حاجه خاصه بالبشره بالصيف، انت نفسك بتعاني من حاجه؟ انا دلوقتي الحقيقه اولا بشكر استاذه امنه اللي هيتني على المعلومات الخطيره اللي هي بتهنا من اول البرنامج لحد دلوقتي. شكرا. الحقيقه ثريه بالمعلومات يعني. ربنا يخليك، ميرسي. تابعيني على اليوتيوب. طبعا. اتفضلي يا مروه كملي. بس كان بالنسبه لشعري، انا شعري مجعد جدا، وكنت بعمل جلسات بروتين وبعمل كرياتين وبعمل حاجات كتير قوي الحقيقه. بس ده خلى الفروه نفسها بتاعت شعري من فوق ما عادش فيها نمو، شعرايه واقفه خالص، مفيش نمو ليها. وفي نفس الوقت انا بدور على حاجات طبيعيه زي بتاعت مدام امنه كده، ان هي تفيدني في تنعيم الشعر وفي العنايه بيه عامه يعني. فهل في حاجه بس يكون افكت قوي يعني زي البروتين او زي الكرياتين، بس تكون طبيعيه عشان ما تعملش سايد افكت وتوقع لي البصيلات بتاعت شعري زي الحاله اللي انا فيها دلوقتي. طيب، ده خاص بشعرك. عندك حاجه بالنسبه للبشره يا مروه؟ لا، وانا الحمد لله بشرتي كويسه، بس هي فيها نمط كتير بسبب المكان اللي انا عايشه فيه. طبعا اوريدي مصر فيها نسبه شمس عاليه جدا معظم الوقت او طول السنه. بس يمكن انا كمان عشان بتعرض للشمس، فعندي كميه نمش رهيبه في وشي. بس النمش ده جميل قوي، انا بحب النمش. طالع موضه. طالع موضه، بيعملوه دلوقتي النمش. يا مروه. طيب، انا بس منتظره رد استاذ امنه. طيب، بخصوص شعرك، هي اكتر حاجه مضايقاها شعرها. طيب، ماشي يا مروه، بنشكرك جدا على مداخلتك معانا. طيب، تعمل ايه احنا بصي، احنا مش هنقدر نجيب نتيجه البروتين، لكن هنقدر ان نخلي فتله الشعر حلوه.
فهماني؟ فانت لو عملتي على شعرك مسكات مثلا بزبده الشيا وحاجات زي كده هتحسني فتله شعرك وهتدي له تغذيه، فهيبقى يعني في حيويه وهيبقى يعني احلى. هو طبعا اتبهدل كمان من الصبغات او زي ما كانت بتقول تقريبا البروتين. انت ايه رايك في البروتين والكرياتين؟ لا دي اصلا كيمياء صرف، يعني كيمياء تحرق الشعر خالص. يعني انت ضد البروتين والكرياتين؟ اللي هو بتاع الفرد ده. لكن انا بستعمل الكرياتين ده، الكرياتين نفسه داخل الكريمات بتاعتي، بس مش الكرياتين اللي هو بتاع الفرد. مش بتاع الفرد، حاجات كلها هو طبيعيه. هو الكرياتين ده نوع من البروتين الطبيعي، بس انا بستخدمه بطريقه امنه غير اللي بيستخدموه عند الكفارات عشان يفردوا الشعر. يعني اي حاجه بتفرد الشعر دي حاجه كيميكال 100%. بالظبط. وهتحرق الشعر بعد كده، بتبقى نتيجه وقتيه، وبعد كده بقى ايه بيرجع الشعر يقل. طيب النهارده بقى او في نهايه الحلقه كده عايزين نهايه الفقره، عشان لسه معانا حلقه فقره جميله قوي جايه ان شاء الله. عايزين نعرف من حضرتك الماسكات الأساسية الأسبوعية للبشرة عشان يكون فيها نضارة. بصي، السكراب مهم جدا، علشان السكراب بيفتح خلايا مسام البشرة قبل ما ابتدي احط السيروم والكريمات، فلازم اهتم قوي بالسكراب. الماسكات يعني ممكن نعمل ماسكات بسيطه جدا 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 لو احنا مش قادرين طبعا عشان الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. حاجة البيت كمان تكسب صراحة. فممكن نعمل حاجات بسيطة جدا، إن شاء الله نعمل ماسك الترمس بالزبادي برضو بيجيب نتيجة حلوة جدا. الترمس بالزبادي بيفتح أعتقد، بيفتح وبيخلي البشرة تتنفس وجميل جدا جدا جدا. ممكن قشر البرتقال، محدش يرميه أبدا، ده كنز قشر البرتقال ده. يعني بصي، قبل ما اقشر البرتقانايه بمسك المقشار كده واقشر قشر البرتقان الخارجي، وبسيبه اسبوع كده ينشف، وبعد كده بعمله في مطحنه البن، بيبقى بودره بستخدمه كسكراب. ده فيتامين سي طبيعي جميل 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 طبعاً جدا. طبعا عملت طبعاً من في جداً. منه مليون وصفه سكراب هتلاقوها موجوده عندي ان شاء الله على قناتي على اليوتيوب. اوعوا تكونوا بتتفرجوا وما تشتركوش. ان شاء الله يا استاذه انا موفقه دايما، وانت فتينا النهارده، واحنا بنشكرك جدا على وجودك معانا، واتمنى كل بنت وكل ست تكون استفادت. واهتموا بنفسكم وبسطوا نفسكم ودلعوا نفسكم وخصصوا وقت لنفسكم، دايما اهتموا بيه ببشرتكم وبشعركم وبجسمكم. ما تستنوش لما يكون عندكم مناسبه او عندكم حاجه فتروحوا تقولوا انا عايزه اعمل ماسك او عايزه اروح الكوافير اعمل مش عارفه ايه في شعري او اعمل حمام كريم او حمام زيت. لا، خلي دي لايف ستايل، ده في حياتك اصلا موجود، انت بتعمليه على طول، انت بتخصصي وقت لنفسك، صدقيني هيفرق جدا في نفسيتك وثقتك في نفسك، حتى على اللي حواليك هتحسي باختلاف، وان هم بقوا شايفينك بنظره مختلفه لانك انت بقيتي شايفه نفسك بنظره مختلفه. استنونا بعد الفاصل، فقره حلوه جدا جدا وانا مستنياكم.